أما الآن فنتوقف مع جولة اقتصادية لأبرز أخبار المال والأعمال. شهدت أسواق المملكة تفوق معروض الدجاج السعودي على المنتج البحريني بسبب تضاعف الطلب على الدجاج البحريني وانخفاض إنتاج دجاج المزرعة. تجار دواجن في سوق المنامة المركزي أكدوا على أن توفر الدجاج من 4 شركات سعودية سيساهم بصورة كبيرة في تلبية الطلب المتزايد على هذه السلعة خلال شهر رمضان المبارك، كما أكدوا أن أسعار الدجاج مستقرة رغم ارتفاع الطلب عليها في أول أسبوع من الشهر الفضيل، مع لجوء المستهلكين إلى لحوم الأغنام والأبقار وتفضيلها على موائد الإفطار لدى الأسر والمطاعم طيلة الشهر الفضيل. حالياً المتوفر أكثر السعودي في الأسواق، البحرين موجود بس مو الكمية المطلوبة يعني. طبعاً يمكن كمية ممتازة لكن الطلب يزيد تقل الكمية، فيكون التوفير الدجاج أقل من المعتاد الموجود حالياً بالنسبة للبحريني. السعودي كميات كثيرة موجودة، الطلب يزيد تقريباً 2 أو 3 أضعاف بداية رمضان. أول رمضان الطلب كبير على الدجاج واللحوم بشكل أكثر طبعاً. هذا وأكد تجار أغذية على توفر معروض وفير من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مستبعدين حدوث أي أزمة طيلة الشهر الفضيل، وذلك بفضل تعاون كافة الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة الاستيراد والشحن عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية إصدار جديد من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق تصل ل 91 يوما، كما يبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 3.40% مقارنة بسعر الفائدة السابق الذي أصدر بتاريخ 9 مايو الجاري. احتلت السعودية المرتبة 13 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية شهر آذار الماضي برصيد بلغ أكثر من 151 مليار دولار. ووفقا لتحليلات صحفية، فإن رصيد السعودية في مارس هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها خلال مارس الماضي. قالت شركة النفط والطاقة الفرنسية توتال إنها تستعد للانسحاب من المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي في إيران، يقدر بمليارات الدولارات في ضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران. وأصدرت الشركة الفرنسية التي تعد أكبر مستثمر في إيران بيانا شرحت فيه الأسباب التي قد تدفعها إلى الانسحاب في حال عدم حصولها على ما وصفتها بضمانات أمريكية وأوروبية وفرنسية. قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين لا تريد أن ترى أي تصعيد في التوترات التجارية مع واشنطن، وعبرت عن أملها في أن يتمكن الجانبان من تخفيف حدة النزاع أثناء محادثات مرتقبة بينهما تجري في الولايات المتحدة.